اسم الشهيد البطل عميد أركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيده. استشهد البطل خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء وأثناء القضاء على العديد من العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران. استشهد البطل وتتسلم التكريم زوجته ونجله وكريمته. اسم الشهيد البطل رائد سعيد حمدي سعيد أحمد. استشهد البطل أثناء القيام بأعمال التفتيش عن العناصر الإرهابية في منطقة بئر العبد فأصيب بطلق ناري أدى إلى استشهاده، ويتسلم التكريم والده ووالدته.
اسم الشهيد البطل نقيب وسام منصور محمد أمين. استشهد البطل أثناء تنفيذ دورية تمشيط طريق الماسورة المهدية. تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر التكفيرية والقضاء على العديد منهم، وأصيب البطل بطلق ناري أدى إلى استشهاده، ويتسلم التكريم والده ووالدته. اسم الشهيد البطل ملازم شرف بسام نجيب إبراهيم علي. استشهد البطل أثناء قيامه بأعمال التأمين بكمين تفاحة وتصديه للعناصر التكفيرية وتبادل إطلاق النيران. تم إصابته مما أدى إلى استشهاده، وتتسلم التكريم زوجته ونجله وكريمتيه.
اسم الشهيد البطل رقيب أحمد رضا محمود محمد المدبولي. استشهد البطل أثناء تنفيذ إحدى المداهمات للقضاء على العناصر الإرهابية. تم إطلاق النيران والقضاء على العديد منهم. أصيب البطل الشهيد بطلق ناري أدى إلى استشهاده، ويتسلم التكريم والده ووالدته. اسم الشهيد البطل رقيب أحمد عبد الموجود محمدي حسنين. استشهد البطل أثناء قيامه بأعمال التأمين بنقطة حرس الحدود الساحلي، وإثر تبادل إطلاق النيران مع العناصر التكفيرية. تم إصابته بطلق ناري واستشهد البطل، ويتسلم التكريم والده ووالدته. اسم الشهيد البطل عريف عماد أمير رشدي يعقوب. استشهد البطل أثناء تنفيذ إحدى المداهمات بموقع البرس بشمال سيناء. أصيب البطل بطلق ناري أدى إلى استشهاده، ويتسلم التكريم والده ووالدته. اسم الشهيد البطل عريف إيهاب يسري فوزي الغريب محمد. استشهد البطل أثناء تنفيذ إحدى دوريات التمشيط للقضاء على البؤر الإرهابية. تم تبادل إطلاق النيران، فأصيب بطلق ناري نتج عنه استشهاد البطل، ويتسلم التكريم والده وشقيقه.
ومن مصاب العمليات الحربية عميد طيار أركان حرب متقاعد نور الدين أحمد حنفي محمود من القوات الجوية. أصيب البطل أثناء تنفيذ العمليات الحربية خلال حرب الاستنزاف. وتقديراً وعرفاناً من الدولة المصرية لما قدمه أبطال الجيش الأبيض الرحيم في مواجهة جائحة فيروس كورونا، تكرم اليوم مصر الطبيب الذي أصيب أثناء علاج المصابين بالفيروس، فاقترب من لقاء ربه وكانت آخر كلماته: وصيتي إليك يا الله أطفال الضعفاء الذين لم أفرح بهم. ولقي ربه شهيداً بعد ذلك. إنه الطبيب الشهيد البطل أحمد ماضي إبراهيم يوسف أبو غنيمة. وتتسلم التكريم زوجته السيدة نهلة أبو غنيمة وكريمتيه. ألفين تحية ومئة سلام يا جيشنا يا أبيض، بإيديك هنوصل للسلام ولا يوم هنمرض. ألفين تحية ومئة سلام يا جيشنا يا أبيض، بإيديك هنوصل للسلام ولا يوم هنمرض. خط الدفاع الأولي أمان وحسن متين قوي، وياك بنطمن قوي وعليك بنسند. كل الدكاترة والصيادلة والممرضين كمان، واللي عامل واللي مصعف واللي قلبه على المكان. باسم كل شخص فينا بنشكرك يا عظم كيان. إجلال وتقدير واحترام لأوفى جيش عرض حياته للخطر علشان نعيش. إجلال وتقدير واحترام لأوفى جيش عرض حياته للخطر علشان نعيش. كما تكرم اليوم مصر بطلا آخر آثر على نفسه إلا أن يكون في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الفيروس، وكان في انتظار مولوده الأول بعد 11 عاما، فأصيب بتلف في العصب البصري للعينين، فقد بصره ولم ينعم برؤية فلذة كبده. إنه الطبيب البطل محمود سامي قنيبر. كتير ترضى المصير وناس
بس تشوف بضمير ضرير هي تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب حلي مرابلي ايام لسه الحياة كما نكرم اليوم أرملة الشهيد البطل عريف مجند محمد رفعت عبد اللطيف حجازي. استشهد البطل أثناء تنفيذ العمليات الحربية خلال حرب أكتوبر المجيدة، وتتسلم التكريم أرملته السيدة بوسينة هلال محمد عبد العال. ونكرم اليوم والدة أحد مصاب العمليات الحربية خلال العمليات الأخيرة بسيناء، نقيب مصاب عمليات أحمد سيف أحمد محمود، والذي أصيب خلال اشتراكه في عمليات التأمين بشمال سيناء، وتتسلم التكريم والدته السيدة نوسة السيد إبراهيم الشرقاوي.